لكن الشكاية الرابعة وهي يشتكين أمام أنفسنا. يعني بمعنى يجي يقول لي إيه اللي أنت عملته ده؟ بدل ما الواحد يخطئ الله يغفر عندما أعترف بخطيتي وأقر أمامه باسمي وأقول له إن أنا لن أخطئ مرة تاني سامحني، ويجي الله يديني نعمة فينقلني فلا أخطئ مرة أخرى. لكن يجي يقول لي إيه اللي أنت عملته ده؟ أنت وحش جدا، الله مش هيقبلك، ربنا بيحبكش، لو رحت تصلي مش هيسمعك، في حين انه العشائر اللي وقف وقال ارحمني اللهم انا الخاطي، ده الطلبه اللي سمعت. نعم. فيجي يشتكينا قدام نفسنا، زي مثلا لما جه اشتكى يهوذا قدام نفسه. يهوذا ادرك انه هو اخطا بتسليم المسيح، ادرك، راح لرؤساء الكهنه وقال لهم هذا الكلام في انجيل متى اصحاح 27، وقال لهم اخطات اذا استلمت دما بريئا، لكن خلاه يبتلع من الإحساس بالفشل، اشتكاه قدام نفسه، يقول طرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه. ده اللي إبليس بيعمله، يشتكينا أمام نفسه. فهو شكاي أستاذ في الشكوى. نعم. في الشكاية. نعم. يشتكينا أمام، يشتكينا أمام الله، يشتكي الله في أذهاننا، يشتكينا أمام بعض، ويشتكينا أمام أنفسنا.